عاملين ايه؟ ورجعت لكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. يا رب كلكم تبقوا في احسن وافضل حال. النهارده هنعمل نوع حلو حلو قوي، سهل جدا، بسيط خالص. كل ولادنا اللي مش بياكلوه هياكلوه بالطريقه اللي حضراتكم هتشوفوها دي. في بدايه الفيديو افكركم باللايك والشير والسبسكرايب، زي انتوا جداد على قناه بيت العيله واكلات نرمين ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. واذا الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم ما تنسوش، ارجوكم تعملوا لي لايك على الفيديو، لان اللايك ده مهم قوي قوي بالنسبه لي. ممكن ما يكونش مهم لبعض الناس بس مهم جدا بالنسبه لي. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، هتلاقوا في تحت كده جرس علشان كل ما اعمل وصفه جديده يوصل لحضراتكم اشعار بيها. تعالوا بقى مع بعض نشوف اكلتنا او نوع الحلويات اللي هنعمله النهارده بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. يلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين هنعمل النهارده رز بلبن بطريقه سهله قوي بسيطه خالص، اي حد مبتدئ يقدر يقوم يحضره دلوقتي حالا. يلا معانا ربع كيلو رز، عليه لتر من الميه، ميه عادي من الحنفيه ساقعه، هنحطهم على البوتاجاز لحد ما الرز يستوي. اوعي حد يقول لك سوي الرز في لبن، اوعي حد يقول لك حط سكر في الرز وهو بيستوي، سويه بميه عادي خالص كده. هتاخدي احلى طبق رز بطعم وريحه زمان، بطعم كده ستي وستك زي ما كانوا بيعملوه زمان، لحد ما الرزايه تستوي تماما. اول ما الميه بتغلي بتوطي على الرز النار وتسيبيه يعيش حياته لحد ما تتهري. بعد ما الرزايه استوت تماما هبتدي انزل بالسكر بتاعي حسب رغبتي، بتحبي حاجه مسكره او وسط او دلعه، واللبن نص ربع كيلو الرز هنحط عليه مثلا من كيلو لكيلو ونص لبن على حسب بقى ظروفك الماديه. ممكن تحطي نص كيلو لبن وتكملي ميه، ممكن تحطي كيلو لبن وتكملي ميه، دي حاجه ترجع لحضرتك. تمام، انا هنا حطيت كيلو ونص من حطيت كيلو لبن ونص ميه ونص كيلو من الميه، وهنا جبت معلقتين نشا دوبتهم في شويه ميه صغنونه زي ما حضرتك شفتي كده في طبق، وقلبتهم كويس قوي ونزلت عليهم، ونزلت بظرفين من الفانيليا، بتحب الفانيليا اكتر كتري. هبتدي بقى على الكلام ده على البوتاجاز، وطبعا بعد ما ظبطت سكري بقى وحطيت اللبن وحطيت الميه وحطيت النشا هبتدي اقلب فيهم كده. اوعي تروحي في اي حته علشان الرز ما يلزقش في ارضيه الحل. قلبي بقى، هتقعدي مثلا واقفه على البوتاجاز كده مثلا من 10 دقايق لربع ساعه، تفضلي تقلبي لحد طبعا لما، بس كل ده على نار وسط مش عاليه قوي ومش واطيه قوي علشان النشا يستوي والرز بتاعي يبتدي بقى ايه يتقل ويلف كده ويتماسك. بصوا بعد ما عدى وقت ده شكله كده، بصوا بقى عامل ازاي. اول بقى ما يبقبق معاكي كده تسيبيه مثلا 3 4 دقايق، وبعد كده تطفي النار بتاعتك وتديله تقليب عشان يهدى قبل ما اصبه في الاطباق. جبت طبعا المهرفه وهبتدي بقى اصب في الاطباق، اي اطباق بقى متوفره عندك ممكن تصب فيها، عايزه تصب في كوبايات، قدمي طبعا بالشكل اللي تحبيه والطريقه اللي تحس ان هي مناسبه بالنسبه لك. انا شخصيا هحط في اطباق زي كده اهو. عايزه اقولك الطريقه سهله جدا وبسيطه خالص. يلا اعملوه بقى النهارده الجمعه، ومعظم ازواجكم قاعدين في البيت، اعملوا لهم حاجه ياكلوها ما كلفناش كتير. ابعتي ولادك يجيبوا كيلو لبن وربع كيلو رز، واعملي احلى طبق رز تحفه. ويا سلام بقى لو عندك منجايه في التلاجة، هتطلعيها تقشريها وتقطعيها مكعبات صغنونه قوي قوي بالمنظر اللي حضرتك هتشوفيه دلوقتي، بتدي طعم للمانجا حلو قوي وجميل جدا 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 بجد رائع. يعني كان احلى طبق رز بلبن اكلته اهو. قطعها مكعبات صغيره على قد ما تقدري، قطعي صغنن على قد ما ايدك تعرف تقطع صغنن، ان احنا في موسم المانجا ومانجا كتيره جدا. يعني لو عندك مانجايه في التلاجة تقدري تعملي بيها طبق حلو زي كده. ينفع تضربيهم في الخلاط بشويه سكر بس ما تحطيش ميه، وتحطيها على الوش عصير. انا فضلت ان انا اقطعها مكعبات، يعني انت طبعا الطريقه اللي تريحك في التزيين اعمليها زي ما قلت لك. ينفع تضربيهم في الخلاط بشويه سكر بس ما تحطيش فيها ميه خالص، وتحطيها على وش الرز بلبن. بس طبعا انا هحط المانجا على الرز بلبن بعد ما الرز بلبن يبرد شويه ويعمل طبقه من على الوش كده زي ما حضراتكم شايفين. وهبتدي احط بقى الكميه المناسبه معاكي على منظر على وش الرز بلبن. طيب انا هستكفي بكده وبس؟ لا، انا عندي صوص شوكولاته، هتلاقوا طبعا الطريقه موجوده عند حضراتكم برده على القناه، كنت عاملاه قبل كده. فببقى عاملاه وحطاه في التلاجة، يعني لما بعمل حاجة حلوة ولا حاجة بطلع منه سيحه واكمل واشتغل بيه. فطلعت شوية حطيتهم في كيس عادي خالص من بتاع التلاجة زي ما حضرتك شايفة كده، وابتديت اعمل اي منظر عشوائي اي شكل، ما انا مش حاطة في دماغي رسمة ولا اي حاجة خالص، وهبتدي ازين كده بحيث يعني ولادك يعرفوا ياكلوا اي حاجة. ما عندكيش شوكولاتة خلاص،
بس هو صوص الشوكولاته سهل خالص، هتلاقي عند حضرتك موجود على القناه، يعني مش مكلف، كاكاو وزيت او زبده وسكر وتسيبيهم على البوتاجاز لحد ما بيتسبكوا مع بعض، وبيبقى معاكي اجمل واحلى صوص شوكولاته بجد حلو. ينفع شفتوا عملنا رز بلبن بطريقه حلوه خالص، طريقه سهله جدا ما فيهوش اي كلاكيع ولا اي افتكاسات ولا اي حاجه خالص. زي ما قلت لكم انا صحيت النهارده الصبح من النوم نفسي فيه جدا، قلت اعمله حاجه مسكره ناكلها طبعا بعد العشاء بالليل، فحبيت اصوره معاكم علشان حضراتكم تلحقوا تعملوه. مش مكلف خالص، هاتي ربع كيلو رز وكيلو لبن او نص كيلو لبن وزودي الباقي ميه على حسب طبعا امكانياتك وظروفك. وطبعا دي شوكولاته، صوص شوكولاته، هتلاقوا الطريقه انا عاملاها عندكم على القناه لو حضراتكم حابين ترجعوا لها يعني علشان تعملوه وتزينوا بيه. ولو الشوكولاته مش موجوده، مانجا، احنا في موسم المانجا، هاتي مانجاي قطعيها كيوبس صغنن كده، اسفه، مكعبات صغيره، وابتدي حطيها كده على وش المانجا. بصوا شكله عامل ازاي، يعني بجد حلو جدا جدا. لو هنشتري طبق من الشارع زي ده هنشتريه بكام؟ انا مش عايزه كل مره اقول لكم بكام 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 عشان اعقدكم، بس هو والله ما فيش احسن من اكل البيت ولا انضف من اكل البيت. جربوا اعملها بالطريقه دي. لو ولادكم حتى مش بيحبوا الرز بلبن علشان فيه لبن، هيحبوه جدا علشان المانجا. تعالوا مع بعض بقى ندوق. بصوا بصوا الرز طري وجميل. الله، عايزه اقول لكم طعمه رائع تحفه، اتمنى بجد تجربوه. اذا جربتوه وعجبكم بألف مليون هنا وشفا مقدما على قلوبكم، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات. باي باي.